الأغلبية بيظهروا من سهرة الفيسبوك نايت مبسوطين، والأقلية بيظهروا زعلانين لأنه في منهم بيتقبلوا الزكزكة ومنهم لا. خلينا نشوف كيف كانت سهرة فيسبوك نايت. فيسبوك نايت خلاص خلاص خلاص. عزوز أنت ما خليك مع طاهرة وسلطان وعلي بليز إن شاء الله. مرسي نوال. من رحمة بليز تحت تحت. أحلى برايم لك يا عزوز. كبتام. مرسي حياتي. عزوز أنت مرة بتجنن بليز، خليك مع رحمة. رحوم في القلب. اللي تحت. عزوز أنا بحبك كثير، بس لما تكون مع ميران أنتوا أحلى. أحلى كوبل. وابعد عن ابعد عن طهرة تناسب مغربي اكثر. ابعد عن طهرة تناسب مغربي اكثر. يا هاي ده خروف ده خروف وما نسبنيش بقى. الله عزوز شهم وصاحب اخلاق عالية، خليك مع بنتنا ميران لانها الوحيدة توقف معك بايامك الصعبة. والله بحبك كثير يا بعد عمري. شايفين شايفين الناس شايفين حياتي هذه. انا مش عارفة يا اسماء انتي ازاي قمر كده بجد بجد. ايه مش عارفة كمان. شفتش ولا ايتك ولا الله. ايه ده بحبوكو قوي قوي قوي. انا كمان بحبوكو قوي قوي قوي. السومة عليك نموت يا احلى من طعم التوت. ايه سحرتيني. ماشيني بصوت بطنك بطلتك بطلتك بعفويتك ابتسامتك بخفة دمك. بجد ما أروعك. مش بقول عن جد معنى سمعت من قبل إن القمر إيه بيطلع بالنهار، لكن مع السومة تختلف قوانين المجموعة الشمسية مثل ما اختلفت من قبل قوانين جاذبية. أوه شنو إيه دقلتوني. أتمنى لو كنت موسيقيا موهوبا لأخلد في أروع سيمفونياتي، وأتمنى لو كنت رساما ماهرا لأرسمك في أجمل لوحاتي، ويا ليتني كنت نحاتا خلاقا لنحت لك تمثالا من صخر الحب. الراسخ العنيد سارة من السعودية. سارة مرسي حبيبتي. مرسي سرور. مرسي مرسي. السوم انت قمر الأكاديمية وجمالك طبيعي ولا تزعلي من حدا، فعلا فيك مواصفات ستار صوت وصورة وأخلاق. سارة من كندا. مرسي كندا. I love you my charming princess. حبك برشا يا بدرية. حبك برشا يا بدرية. كل الخليج والسعودية معاك، وإن شاء الله وإن شاء الله ستار سيت. إن شاء الله ستار سيت. ويا ليت نسمع منك أغنية إهداء لعمر والأسود وشلبي وعبد. مرسي للسعودية والخليج. نحبكم وايد وايد وايد. Thank you. Thank you. صوتك روعة. صوتك روعة. صوتك روعة وأدائك أروع. صوتك روعة وأدائك أروع بتوفيق. مرسي. شرفتنا يا بدرية. تو تونس avec toi. Merci dans كل يلا بدرية يا شو. بدرية يا بدورة يا أحلى بنوتة بتجنني يا سلطان في الطرب. جني يا سلطان بحبك موت. وكل أهل فلسطين بيحبوك. خليكي مع رانيا وسمعينا أي شيء لفلسطين. نموت على فلسطين وعلى رانيا. يلا محمود أنت جامد وأنت على ايه على طول جامد وما تزعلش على حاجة. كل الناس بتغلط، المهم تتعلم الغلط. يا امام يا اولاد مصر. مصر فخوره فيكو. ربنا يخليك. ميرسي يا امنيه. ميرسي. وان شاء الله هتعلم. انا هتعلم من البرايم اللي فات، وان شاء الله لو ربنا ستر وقعدت اكون احسن يا رب. ان شاء الله طولي برضو انت بس. روعه محمود. ايه عن جد انت ستار. ومعليش اذا ما معلش ربطت مرة. ان شاء الله تضبط المرة المرات الجاية، بس انت شد حيلك ان شاء الله يا رب. والله يوفقك. ولانه بنحبك وما بدنا اياك لتكون ستار. ستار بقى. ربنا يخليك. ميرسي يا ليالي. بنحبك جدا في مصر. ميرسي. شكرا. احنا بنحبك جدا في مصر. ميرسي يا سلمى. وانا بحبكم والله العظيم بجد. وحشتوني كلكم. كلارا عزيزة النغمة. كلارا 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 منير حبيبتي. I miss you so much كلارا. Hope you're doing well and hope your Glee audition went well. Tell me about it. Send Yashrika a message or something. Nice. I like the bling. Very gangsta of you. Dude, you're going to be epic. Don't worry. And everyone is working their butts off to get everyone voting. Thank you so much. So just enjoy. I know we all love you and have your back. You shiny red bedazzled back. Thank you, Clara. I love the sarcasm. It's really awesome. Thank you. I love you, babe, and I miss you. Yashrika! So I was studying abroad at AUC and decided to join AUC's dance team Hood.
I walked in, and in the back of the studio, I see this dorky looking boy with glasses and the ugliest green pants. I still have them, by the way. I never threw them away. Fitting with the music. I whisper into another dancer's ear, who is that guy? Does he actually dance? She tells me he's the president of the group. I laughed quietly, and then this dorky looking boy in the ugly green pants slowly takes off his glasses, puts them on the table, walks to the middle of the room, and he looks directly into the mirror. The music starts, and my jaw drops to the floor. عشان تفهموا موضوع النظارة. يعني دي فكرة نظارة موضوع سوبرمان وكده يعني. بقولنا لما كنا لابس نظارة ببقى نوعا ما عبيط. عادة بكون مكسوف أكتر وكده. بس لما بقلعهم يعني when I have glasses on I'm Clark Kent. محمود. When the glasses are off he's Superman. He's Shukri, the singer, the dancer, the entertainer. ما شاء الله. أمير الأكاديمية هو رانيا. محمد رمضان you're amazing. Everything about you is amazing. Love you. سارة from Canada. حبيب قلبي يا سارة. وحياة الله كثير علي الحقيقة. محمد رمضان الصورة بتجنن بس عارف انه رحومتنا هي اللي مخليها اكثر محليتها اكثر بحبك كثير وبليز ما تزعلوا بعض لانه بدرية مايونيز. اوكي. حمودة طول وجماله انزل بليز شوي وصوت وهضامة وباختصار فظيع. I love you so much. بالي إن شاء الله. مش عارف هاي عشان بدري عشان مايونيز مطلع عليها شوي. واو كتير حلوة الصورة والله إنك أمير الأكاديمية. رمضان أحلى ستار بالعالم كله. كنت رائع. يا حياتي قالوا لك يا محمد. أنا بموت فيك يا محمد يا عسل أنت أحلى صوت. رانيا يا أحلى برنسيسا. عندك جمهور كبير برا واشتغلي على حالك أكثر. باسل انتبه على رانيا وخليكم مع بعض. أوكي. رانيا كل سنة وانت سالمة يا حلوة بتجنني. سلمي على صحابك على... وقبال 120 يا رب وانت منورة. هاي أنا شاشري مرسي مرسي. الفو كو تهرا كيت لاستغاك بو دو بو 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 عاد مش بو بو peu de voix, peu de charisme, c'est rien. Habib, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un تبشي قلبي على الضحكة اللي بتاخد العقل. أنا بموت فيكي زيزو بحبك كتير وخليكي قوية ودايما بتضحكي ونحن بنموت فيكي. مرسي كتير رينا نحبك انتي ونصيف ريما السعدي. مرسي مرسي ريما. فصلت اجاك مساج مش هذا بتعرفه وصلت على حكي خلاص كنون كنون. حلقتنا انتهت وبعد شوي بلاقيكم على المسرح مع البرايم السابع يلي بيتحدد فيه مصير محمود شكري من مصر رانيا من مصر وميرال من سوريا اللي بدكم تخلوه بالأكاديمية صوتوا له بكثافة وأنا بلاقيكم بعد شوي على المسرح. ويو 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 يا عم الحاج اسكت 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 نرفزه راني خليه يمشي راني في الأرض وصيف خد بالك خليه يمشي خليه يمشي وأي ماله بتضايق ولا هو فرحان عشان بيكتشف لا بتضايق لو هو في الكرتونه هيبقى في بيته يعني لازم يمشي لازم يمشي تركي 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 خليه انا بدي اشوفه هو عم يمشي خليه يتعلم يمشي الله عارف البيبي لما بيخطي اول خطوه انا دلوقتي انبسطت قوي الله جميل اول خطوه عمل تكبوع تروح عند رانيا دلوقتي فاضل يقول ماما هو لازم في الاول يقول ماما وبعدين يمشي انتوا عارفين انا اول مره البوت مو ابيض عاملها على ابيض عندي الوحده متاحه ايه ضلي بعدي ضلي بعدي رانيا ضلي بعدي رانيا بعدي ضلي بعدي ضلي شوي خليه يمشي خليه يمشي بيمشي بده يصير يمشي انت كده انا كنت قاعده على
بعد رجع رجع رجعي كمان نشيله هون خليه يمشي. مشيت قلبي في الاخر وقع. لازم اسبوع زمان تصير تركض انت. مشيت النهايه كده. خايفه وبعدين جريت شويه وبعدين وقعت. يلا. من ساعتها قعدت بصي لسه بيزحف يعني بس لا مشيت.